تحت عنوان الوضع الإنساني في اليمن، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ندوة حول الواقع الإنساني في اليمن، تزامنا مع انعقاد أعمال الدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان. استعرض فيها الخبراء الاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للقضايا الإنسانية في اليمن. المملكة تشارك بفعالية في كافة المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل الإنساني دوليا، وترتبط بعلاقة وثيقة مع المنظمات الإنسانية الموجودة هنا في جنيف. بعثة المملكة العربية السعودية تشارك في عدة فعاليات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. نحن نرى اليوم مشاركة لمركز الملك سلمان بالتعاون مع البعثة وبالتعاون أيضا مع جهات دولية وإقليمية أخرى، وهذا مثال على ما تقوم به البعثة ويقوم به مركز الملك سلمان من نشاطات لإلقاء الضوء على ما يقدم من مساعدات من قبل المملكة العربية السعودية. أكدت تقارير الأمم المتحدة أن جهود المملكة في تحسين الوضع الإنساني في اليمن تجسدت في العديد من البرامج التي قام بها مركز الملك سلمان، والتي تجاوزت أكثر من 345 مشروع إنساني لتخفيف معاناة الشعب اليمني من جراء أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنذ إنشائه في مايو عام 2015 بتوجيه وبكلمة سامية من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وهو يعنى بالوضع الإنساني وهو الذراع الإغاثي للمملكة العربية السعودية. وهذه الندوة تأتي على هامش الاجتماع مجلس حقوق الإنسان 41، ونريد أن نوصل رسالة واضحة وجلية أن المملكة العربية السعودية كما عهدتموها إنسانية، وهي أكثر إنسانية مع الشعب اليمني كونه جار وأخ في العروبة والإسلام، وتقدم له كل المساعدات رغم ما يحدث من صراع، إلا أن المملكة العربية السعودية تقف وقفة قوية لمساعدة الشعب اليمني. ونوضح الانتهاكات الحوثية على العكس وعلى النقيض من ذلك التي يقوم بها الميليشيات الحوثية الإنقلابية في زيادة معاناة الشعب اليمني وقتل المواطن اليمني أينما كان. جهود المملكة العربية السعودية في مجال العمل الإنساني من خلال مركز الملك سلمان الذي يعتبر نافذة دولية للعمل الإنساني للمملكة لم تكن حصريا في اليمن، ولكنها امتدت لبعض دول العالم العربي والساحة الدولية. هذا ما أكده الخبراء الدوليون في ندوة الوضع الإنساني في اليمن بجنيف. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعتبر نافذة دولية للأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.